اللي هيسعى حزب الوفد، او خلينا نقول اللي هيطرح حزب الوفد يعني اعضاء لرئاسة هذه اللجان. لا هو يعني يعني احنا طرحين يعني في لجان متعددة، تمام. ومش عاوز أعلن عنها الآن طب في لأن دي تنسيق يعني ما بين حزب الوفد والاحزاب الاخرى؟ في تنسيق كامل، واخد بالك؟ لأن أصلا دي مسألة لابد فيها من التنسيق، لأن العمل السياسي أساسه العمل التحاوري تمام. والتشاور والتفاوض والتنسيق، وإلا هتبقى مسألة منظومة لن تحقق غاية. يعني مثلا في لجنة معينة لما نجد أن هناك شخص معين متخصص، لأن أساس اللجان نوعية يعني فيه تخصص أكيد وهو طبعا. لديه من الدراية والخبرة والتخصص، يبقى الجميع لابد أن يفسح له المجال في هذا الخصوص. فنحن في كحزب الوفد بنراعي هذه المسألة وبنجري التنسيق والمشاورات مع باقي الكتل السياسية في البرلمان جميل. لكي نصل إلى تعاون كامل، وأن نكون أمام لجان، هذه اللجان يعني في توافق بالنسبة لي، حتى نكون أمام العمل الجاد والشاق القادم الذي بإذن الله هيثمر بقوانين ستكون مطلبا للشعب وتلبي هذا المطلب.